أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، والبداية بعد الفاصل. البداية من موقع كتابات ونقرأ. بعد سنة كاملة من المشاكسات والاتهامات والمصادمات، تنازلت الأحزاب الشيعية فجأة عن عداوتها لأربيل التي تتهمها بالتبعية للموساد ولسنة الحكومة الذين تصنفهم بالعمالة لتركيا والسعودية والإمارات. واختفت أصوات المطالبين بطرد المحتلين الأمريكيين، وتوقفت الصواريخ والمسيرات التي كانت تتساقط على قواعدهم وعلى سفاراتهم في المنطقة الخضراء، وتم تعيين رئيس جمهورية. ثم تشكلت الحكومة في 24 ساعة فقط، حين توافقت إيران وحليفها الشيطان الأكبر على استراحة قصيرة في العراق، وفي أيام قليلة توزعت الحصص. يقول الكاتب: دخل رئيس الحكومة الجديد إلى قصر الحكومة في القصر الجمهوري بالسلام الجمهوري، وخرج منه مصطفى الكاظمي محملا بذنوب وعيوب لن تمحى من ذاكرة العراقيين بعد مئات السنين. حول حكومة السودان والفشل الذي ينتظرها، كتب إبراهيم الزبيدي مقالا نستمع إلى جزء منه. أما المهم فهو أن الإطاريين المنتشين بالنصر المبين فقد تسارعوا إلى عرض محمد السوداني على الشعب العراقي باعتباره الفارس المغوار القادر على أن يملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً بحكومته المرفوضة من العراقيين الذين يخافون أن تجيء هذه مثل تلك فتكون حكومة كلام معسول ووعود وعهود، ثم وبعد وقت قصير يتبين أنها كشقيقاتها السابقات حكومة مشاريع فضائية وتهريب نفط وتجارة مخدرات وتزوير شهادات واختلاس ملايين ومليارات واعتقال واغتيال وبس. وكان ممكنا تصديق الرئيس محمد السوداني لو لم تكن أحزاب المحاصصة هي ذاتها مهندسة هذه الحكومة وصاحبتها التي يمنعها تأريخها المثقل بالفساد والطائفية والعنصرية والأنانية الحزبية والأسرية من أن تتحول إلى أحزاب وطنية ملائكية لا تبتغي إلا مرضاة الله وإصلاح ما خربته ميليشياتها ومافياتها في 15 سنة أو يزيد. تقول الكاتبة هيفاء زنكنة: لعل أهم ما يميز مبنى البرلمان العراقي أولا وقوعه في المنطقة الخضراء المحصنة كقلعة، وفي ظل أكبر سفارة أمريكية في العالم بجوار عدد من المباني الحكومية ودور مسؤولين حكوميين يتنعمون بالحماية من المساءلة القضائية ويتقاسمون السلطة في بؤرة مغلقة من الفساد والإرهاب المنهجي. ينعكس وجود المبنى في بؤرة كهذه على سردية تاريخية على مدى العشر سنوات الأخيرة الزاخرة بالمشادات الكلامية والضرب ورمي قلان الماء على بعضهم البعض والتهديدات والرشاوى والتخريب المتعمد، سواء من قبل النواب أنفسهم رجالا كانوا أم نساء، أو فرق الحراسة الشخصية أو القوات الأمنية أو شرائح معينة من الشعب. في المقابل تكاد لا تخلو جلسة من جلسات البرلمان من دخول نواب وهم يرتدون الكفن وكأنهم في حرب ضروس، أو يقفون وهم يرددون شعارات الأحزاب أو يتبادلون الشتائم ورمي قنان الماء الفارغة والتي لحسن الحظ أو سوء الحظ مصنوعة من البلاستيك. إزاء هذا الابتذال البرلماني اليومي في معبد الديمقراطية بين هلالين لم تجد الحشود حرجاً في احتلال المبنى وطرد النواب، ومع الأسف الشديد تكراراً ما كان النواب يقومون به بمهارة كاملة تليق بفسادهم ومستواهم التعليمي والأخلاقي. فكان حدث اقتحام البرلمان الذي استمر عدة أيام وتحول بدوره في شهر تموز يوليو 2022 إلى فصل آخر من فصول تداعي هيكل معبد الديمقراطية المؤسس على المحاصصة الطائفية والعرقية والقدرة على سرقة أكبر حصة ممكنة من ثروة واحدة من دول المنطقة الغنية، بينما يعيش ربع السكان
تحت خط الفقر. يقول الكاتب طلال عوكل في مقال نشرته صحيفة الأيام: ثلاث سنوات غابت القمة العربية قبل أن يتفق العرب على عقدها في الجزائر، ثلاث سنوات غاب العرب عن الوعي إزاء مصالحهم القومية الجامعة وإزاء قضيتهم المركزية التي لم تغب في الواقع رغم غياب العرب عنها منذ الحرب العالمية الثانية. خضع العرب عموما وكانوا لتوهم قد حققوا استقلالاتهم، خضعوا وأخضعوا أنفسهم وثرواتهم وشعوبهم لسياسات ومصالح الطرف المنتصر والأقوى في نظام الدولي ثنائي القطبية، ولكن ذلك الانحياز للمعسكر الرأسمالي لم يحترم خياراتهم وسيادة أنظمتهم ولم يرحم مصالح ومصالحهم مصالح شعوبهم وفرض عليهم نظاما من الهيمنة. ويضيف الكاتب: اختلفت الدنيا هذه الأيام ومنذ الحرب في أوكرانيا، واتضح أكثر من أي وقت مضى أن الأطراف المنخرطة في الصراع كل منها يبحث عن المصالح بلاده الأنانية ولا يقيم وزنا لمصالح الآخرين الخاصة. يترتب على الذين سيجتمعون في الجزائر إدراك أن الإمبراطورية الأمريكية في حالة تراجع وستخلي مكانها ومكانتها لقوى عالمية صاعدة أخرى، وأنها لم تعد تخيف أحداً إلا من فقد البصر والبصيرة. حتى إسرائيل أدركت ذلك بالرغم من متانة وقوة علاقاتها مع الولايات المتحدة والدول الغربية التي أنشأتها ودعمتها كل الوقت ولا تزال تقدم لها كل شيء. أولاً، لا بد أن يتخذ العرب قرارات واضحة لصالح الحقوق الفلسطينية والعربية، وأن يضعوا قدراتهم وثرواتهم وما يملكون في ميزان العمل والضغط الحقيقي والجدي لجهة تغيير السياسة الدولية تجاه القضية الفلسطينية وتحقيق الشرعية الدولية. لابد من تحرير الفلسطينيين من الضغوط الغربية والأمريكية من باب الحاجة للأموال والمساعدات. يستطيع ولا بد أن يقرر العرب حماية الفلسطينيين من خلال العودة لتقديم الدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني، سواء لخزينة السلطة أو للأونروا أو للمجتمع المدني. نشر موقع فوكس الأمريكي مقالا للصحيفة إيلين يونس رأت فيه أن الخطاب الروسي حول استخدام الأسلحة النووية كان مليئا بالإشارات المختلطة، معتبرة أنها لا تشير بالضرورة إلى نوايا لاستخدام السلاح النووي. وأشارت إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصل الأسبوع الماضي بنظرائه الغربيين لإخبارهم بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة مشعة، موضحة أن القنبلة التي تحدثت عنها روسيا ليست سلاحاً نووياً في حد ذاته، ولكن يمكن تصورها لاستخدامها في هجوم زائف كذريعة للتصعيد النووي الروسي. وبحسب الصحيفة، فإن الهدف من التحركات الروسية الأخيرة حول الأسلحة النووية قد لا يتعلق باستخدام الأسلحة النووية في الواقع بقدر ما يتعلق بممارسة الضغط وزرع الخوف والارتباك، وتحاكي التدريبات رداً على هجوم محتمل، ونشطت الدفاعات الجوية والبرية والبحرية الروسية كما ذكرت رويترز يوم الخميس. ونقل الموقع الأمريكي عن الزميلة المساعدة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ناتيا سيسكوريا قولها: إنه من المهم جداً أن نضع في اعتبارنا أن مثل هذه التدريبات ليست مجرد مناورات تدريبية، بل هي أيضاً استعراضات للقوة ودعاية بمعنى ما. وأضافت: الآن تستخدم روسيا بشكل متزايد التهديدات النووية لابتزاز الغرب، وفي المرة الأخيرة أجرت روسيا مثل هذه التدريبات قبل شن الحرب في أوكرانيا، لذلك يمكن أن تشير التدريبات إلى شكل من أشكال التصعيد، ولكن ليس بالضرورة بالمعنى النووي.
قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن الشتاء يلعب دورا رئيسيا في التاريخ العسكري الروسي والأوكراني، وشكلت العوامل المناخية دورا حاسما. وقال مسؤولون أمنيون وخبراء عسكريون إن الطقس سيكون عاملا حاسما مرة أخرى مع دخول القتال بين القوات الأوكرانية والروسية شهره التاسع. إن الحفاظ على الدفء في بلد يمكن أن تنخفض فيه درجات الحرارة في الشتاء إلى ما دون 30 درجة مئوية ليس هو الاعتبار الوحيد، لأنه أيضا في مثل هذه الحالات القصوى يصبح تشغيل المعدات أكثر صعوبة، ويمكن إخفاء الألغام تحت الجليد، وهناك حاجة إلى مزيد من الوقود للمولدات. لا تتمتع القوات الروسية بنفس المستوى من الدعم في المناطق المحتلة حديثا، فالعديد من عشرات آلاف الجنود الذين حشدوا مؤخراً يواجهون على الخط البالغ طوله 1100 كيلومتر، ويفتقرون أيضاً إلى المعدات الأساسية. وفي أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها وكالة الأنباء الروسية، اشتكى المجندون من إرسالهم إلى منطقة زابوريزهيزهية الأوكرانية من دون الإمدادات الكافية. وقال أحد الرجال: نحن في أرض العدو وليس لدينا خرطوشة واحدة. وذكر تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز أنه باستخدام الأسلحة الغربية تمكنت أوكرانيا من قلب الطاولة في حرب المدفعية مع القوات الروسية التي غزت البلاد في 24 فبراير الماضي. ويقول التقرير أنه في منطقة خيرسون الجنوبية تتمتع القوات الأوكرانية الآن بأفضلية التوجيه الدقيق ومدى المدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة، مما يجعلها تتفوق على القوات الروسية. دعونا الآن مشاهدينا نتابع فقرة الكاريكاتير. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. غادرت الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين لبنان بموجب خطة إعادة جديدة انتقدتها جماعات حقوقية، حيث تجمع مئات من اللاجئين السوريين ممن كانوا يعيشون في لبنان في منطقة حدودية مع سوريا، وهم يحملون حقائب ومولدات كهرباء وثلاجات ودجاج. ويدخل هؤلاء ضمن أعداد من اللاجئين السوريين الذين بدأوا بالعودة إلى بلادهم في إطار برنامج تطوعي بتنسيق من الأمن العام اللبناني، وهو الهيئة المسؤولة عن حماية حدود البلاد. وقد أثار البرنامج مخاوف لدى الجماعات الحقوقية من أنه قد ينطوي على عناصر إكراه، لكن السلطات اللبنانية قالت إن عمليات الإعادة طوعية.
ورغم أن الخطوط الأمامية في الحرب السورية المستمرة منذ 11 عاماً هادئة في الغالب، فإن الأمم المتحدة تقول إن تصاعد العنف وخطر الاحتجاز يجعل الوضع غير آمن لعودة اللاجئين على نطاق واسع. خلصت مجموعة باحثين عالميين على أن التغيير المناخي الناجم عن النشاط الإنساني زاد 20 مرة على الأقل من احتمالات حدوث الجفاف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وأن خطر حدوث الجفاف كالذي شهدته مؤخرا أوروبا والصين والولايات المتحدة يمكن أن يتكرر في ظل المناخ الحالي مرة كل 20 سنة مقابل مرة كل 400 سنة في حال لم يكن هناك احترار. وعانت من الجفاف في فصل الصيف دول أوروبية عديدة، في فرنسا كمثال جفت أنهار واضطرت مناطق عديدة إلى فرض نظام تقنين لاستخدام المياه، كما تأثرت أجزاء من الولايات المتحدة والصين، وانعكست التداعيات على القطاع الزراعي إذ انخفضت المحاصيل في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، كما أدى أيضا إلى حرائق غابات، كما تسبب باضطرابات في إنتاج الكهرباء. وتسبب أسوأ جفاف تشهده كينيا منذ 4 عقود في نفوق نحو 2% من أندر حمار وحشي في العالم خلال 3 أشهر، ونفوق أفيال بما يزيد 25 مرة عن المعتاد خلال ذات الفترة الزمنية. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الآن إذا نزرع آبار نسبة الملوحة بالآبار عالية جدا وما تصلح للزراعة هذه، وهذه مثبتة عندهم في مديرية الآبار. أنا ما شايفه، قالوا هاي منطقتكم ما تصلح للزراعة، المياه الجوفية مياه مالحة جدا. هذه الآبار هي حقيقة ما تغطي الزراعية لأنها تستخدم للزراعة لأن إنتاجياتها قليلة، تستخدم كما أسلفنا لإرواء الحيوانات ولسق البساتين. انتهت حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم، نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.